فايلر، وانت بتحب فايلر، وجه موسيماني مدرب الريتم رحل وجاء مدرب التكتيك. انا صح بتكلم صح كده؟ صح احكي لي. ده البابا ده. البابا. ده يعني موسيماني كان البابا بالنسبة لك. هو كان بيقول لي انت بالنسبة لي ميسي الفريق. ميسي الفريق. يعني هو في مرة جاب دكتور محمد وفائي وخلاه يترجم لي. قال لي قول لي القفشة، لو انت فايق وانت كده انت بالنسبة لي زي ميسي في برشلونة. والله العظيم. والله حصل ده منه. فلا انا علاقتي بيه قوية جدا، وهو مدرب كبير وصاحب فضل كبير عليا، وانا فاكر له قعدة معايا مش هنساها. قبل احكي. كنا بنلعب بيراميدز قبل ماتش الوداد اللي قبل النهائي اللي هو ايوه. بتاع البطوله التاسعه، نعم. فاحنا لعبنا تعادلنا 0-0 في استاد القاهره، واتطرد مننا عمرو السوليه قبل الشوط الاول يعني، ايوه. فلعبنا ناقصين واحد، فجت لنا بيلي انا شطها ومهدي ضيعتها. سليمان صدها. فرايحين نلعب قبل النهائي والوداد وبتاع، فالسوشيال ميديا والاعلام قفشه قفشه كلهم قفشه هم. قفشه، ولا لقيته هو جاي تاني يوم. استغربت بصراحه يا كابتن، انا ما عنديش فيسبوك، ما بشوفش يعني الحاجات دي. في واحد صاحبي عامل لي صفحه بس عشان ما حدش يعمل حاجه باسمي يعمل ايوه مشكله كويس. وكده بس. فالمهم رحت جاي قعدت معاه واستغربته، قال لي انت امبارح احسن لاعب في الماتش وانت مضيع وانا البنالتي مضيع بين، ومتعادلين صفر وانت صفر الماتش الجاي بتاع الوداد انت اول واحد هتلعب في التشكيل وانت اللي هتكسبني. ياه. والله العظيم قال لي ما تسمعش اي حاجه وانت ماشي كويس جدا. فدي حاجه من الحاجات اللي مطلوبه من طبعا المدرب للعيب نفسيا على الاقل. قناعات. طبعا حتى لو انت متاثر اكتر واحد يطلعك، بس كابتن لعيب الكوره من غير المدرب عمره ما يعمل حاجه. ده صحيح. اكتر واحد يهياك ويخليك جامد المدرب. ويخليك نعم. كويس جدا هو المدرب هو طبعا، المدرب. لكن لو المدرب بعيد عنك انت لازم يبقى عندك شخصيه، لان ده وارد، أيوة طبعا ده بتحصل وارد. عادي. طبعا وارد قناعات وما يعني ما بالظبط. تزعلش، بس انت فيك ميزه انك دؤوب وبتقاتل وبتحارب وبتثبت نفسك حتى لو المدرب شويه ما عندوش قناعات.